أنا أمل، عمري 15 سنة. أنا أكبر إخوتي، بساعد أمي كتير في البيت، وبس أخلص بحب ألعب مع صديقاتي وبحب أدرس معهم كمان. نفسي بس أكبر أصير دكتورة، معلماتي بيحكولي إني شاطرة ومجتهدة. في يوم من الأيام صار إشي غريب، إجا واحد لبسني خاتم حلو وصراحة انبسطت، وحكولي أهلي إني كبرت ورح أتجوز. وقتها فكرت إنه الزواج هو الفستان الأبيض وإنه يكون عندي بيت لحالي. لكن الواقع أصعب من هيك بكتير، مسؤوليات وضغوط وحمل وأولاد. نفسي أشوف صحباتي وأروح على مدرستي. صارت مشاكل بيني وبين جوزي، وكان يضربني عشان قلت له بدي أكمل تعليمي وأحقق حلمي. بعد كل المشاكل أخذت أولادي ورحت عند دار أهلي. تخرجت من المدرسة وكان معي ولدين. كان شكلي غريب بين صحباتي. لما بنتي تكبر مش رح أجوزها صغيرة، أهم إشي تعليمها، أهم من الزواج والفستان وحفلة العرس، أهم من كل شي.